السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة عصير الزمان. النهاردة بأمر الله بنتكلم عن علاج مجربة لمرض مزعج، هو سهل جدا وبسيط بأمر الله، اللي هو داء السعلبة. السعلبة هي عبارة عن حصول أو حدوث أن بيحصل ضعف في بصيلات الشعر فيتساقط الشعر، ولكن البصيلات ما بتموتش، هي البصيلات موجودة ولكن تبدأ الجذور تضعف فيتساقط الشعر في منطقة معينة، ولتكن تبقى دايما يطلع في شكل دواير، دواير في الأجناب الرأس والكلام ده. حتى لو بصينا عليها على المكان المصاب هنلاقي أكن عليه طبقة صبغية أو طبقة شمعية كده بتلمع. الطبقة دي بتنتج من ضعف التغذية في المنطقة دي وضعف وصول الأكسجين ومواد المغذية للبشرة. العلاج عندنا بأمر الله بيتكون من أمرين أو من شيئين، حاجتين: توم وملح الطعام، اللي هو كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام. يعني إزاي يتم تتعمل الخلطة؟ بنحط التوم في إناء زي ده كده أو في وعاء، في حاجة زي كده يعني، ونحط عليه كمية من الملح ونبدأ نهرسه لحد ما نحوله زي عجينة، يوصل في النهاية عندنا الدواء أو العلاج أو العلاج الدهاني يعني للشكل ده، عجينة بالشكل ده. مراحل العلاج بقى يعني إزاي أنا أعالج أو أستعمل دي إزاي؟ الأول لازم أطهر وأعقم مكان اللي فيه الإصابة بكحول أبيض، بديتول، بأي مادة مطهرة. بعد كده المواد اللي هستعملها، يعني أنا هستعمل الليفة بتاعت جوز الهند، اللحاء بتاعها، القشر من بره، باخد جزء من القشر كده هستعمله لحك المنطقة المصابة، أدعك بيها، أدعكها، أحكها يعني عشان إزالة الطبقة الشمعية، وأبدأ أتعامل مع فروة الرأس الطبيعية نفسها وأوصل للمسام، يبقى المسام بتاعه البصيلات الشعر مفتوحة وفي في المادة تقدر توصل لها. بعد ما أدعك جيد جدا لدرجة أن أنا المنطقة تحمر قوي يعني، أبدأ أحط الخلطة اللي أنا عاملها على المكان المصاب، أحطها وادهن كويس وادعكها كويس وادعك بالمادة نفسها، هيبقى فيه لسه بواقي ملح خشن شوية يعني في خشانة شوية، أدعك بيها بصبعي كده لغاية لما يعني أحس أن خلاص حصل امتصاص للمادة. بأمر الله في خلال من 3 أيام لأسبوع هيكون تم الشفاء، وتدعونا بأمر الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة مع الجرس، ويعني احنا في خدمتكم، أي استفسار أي اتصال تحت أمركم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.